منه حابب هذا المواطن يصدق انه هلا هو بالحفره، منه حابب يصدق انه هو انتهى، منه حابب يصدق انه اقتصادنا صفر، منه حابب يصدق انه هلا عم تنرسم خرائط ونحن براتها، منه حابب يصدق انه يفيق على حقيقته انه صار. بدك احكي لك شغله بتضحك هلا اليوم؟ تفضل. بين خلينا بين الجد والمزح، شو هاي؟ خيارة. خيار اليوم الصبح قديش سكرت بورصة الخيار؟ قديه؟ كيلو 45,000 كيلو الخيار. نعم، وضايح برمضان ل60. هلا قولي لي متشائم مش هيك؟ قديش هيدي 10 حبات منها بيعملوا كيلو مش هيك؟ 45,000 على 10 هاي حقها 4500 ليرة. يعني هلا بدي عيب اكلها على الهواء، من هون لهون ب 1000 2000 3 4 ونص هاي يعني ها؟ يا استاذ رفيق اكلت 1000 ليرة. اكلتها ب 1000 ليرة. هي اكلتها ب 1000 مش هيك؟ نعم. هاي بتبكي، هاي ما بتضحك. هاي في ناس بتبكي لما بتسمع، لما بتشوف هيك. وهلا جاي نحن بتعرفي رمضان عندنا شو بيعني ذلك. هيدا امر ببكي، نحن بنضحك لانه هلا على الهواء عم هيدا بيكو. هيدا ايه هيدا بتعرف فعلا مضحك مبكي، يعني شو بده يقول الواحد؟ ما وقفت على الخيار، وقفت على الخيار. عم بعطيكي مثل قد ما بدك،